في زوجات كتير جدا بتبحث على ان هي يعني تكسب جوزها وازاي تسعده وازاي تكون سعيدة معاه، ولكنهم فشلوا في المحاولات دي. تعالوا نعرف 20 طريقة ذهبية لتكسبي زوجك. انت البيت او انت وردة البيت ورايحينها، لازم زوجك دايما يحس بايه، بالريحة الجميلة اللي موجودة في البيت، الريحة العطرة اللي هو يعجب بيها. تاني حاجة ان انت بتكون حركتك وكلامك وطريقة كلامك بتبقى جميلة مع زوجك، بحيث ان هو يحس ان انت جميلة جدا فعلا، ويحس بيكي ويحس بايه، بوجودك في حياته، وكوني متفاعلة معاه.